ها كيفاش نحسبو الماكروز؟ أه هنا اللي مازال ما شافش، يعني اللي غيشوف هاد الفيديو فضروري خصك ترجع الفيديو اللي قبل، لان هذا غير تكملة. ترجع الفيديو الاول تشوف كيفاش بعدا نحسبو لي كالوريز ديالنا، تشوف شحال كتحتاج من كالوريز في النهار، عاد باش جي لهاد الفيديو الثاني. أه اللي بغى الفيديو الاول غنخليه لكم في لابار دانفو، وغنخلي لكم حتى في هاد لو اي هنا الفوق. ونعاود نشرح للناس اللي ما عارفاش شنو هو الماكروز. الماكروز هو احتياجنا اليومي من الدهون، من البروتينات، ومن الكربوهيدرات. وكيف كنقول لكم ديما، غنجيبو ورقه ستيلو كالكولاتريس باش ما نساو حتى شي حاجه، ونتبعو كل شيء مزيان، ونبداو بسم الله. وكيف ما عاودتكم ديما باش نفهمو اكثر، ضروري خصنا ان اكزامبل. هنا غناخدو اول حاجه غنحتاجو اللي هما احتياجاتنا اليوميه من السعرات الحراريه. اللي مازال ما حسبش السعرات الحراريه ديالو، يرجع الفيديو الاول اللي درناه اللي خليت لكم في لاباغ دانفو، يحسب شحال كيحتاج من سعره حراريه في النهار، ويجي معنا لهذا الفيديو. هنا غناخدو ليكزامبل تاع نفرضو مثلا انا كنحتاج 2000 سعره حراريه في النهار. وتاني حاجة غنحتاج فهي لو بوا ديالي، او الوزن، ماشي الوزن الحالي ولكن الوزن اللي باغي نوصل ليه. سواء كنت باغي نضعف، سواء كنت باغي نغلاض نزاد في الوزن، سواء كنت باغي نكاردي لو ميم بوا. يعني بالنسبة للناس اللي باغيين يحتفظوا بنفس الوزن فغياخدوا الوزن ديالهم الحالي، اللي باغي يضعف غياخد قل، اللي باغي يغلاض غياخد كتر. فهنا غنشدو الوزن ديالنا بالكيلو، غنحولوه للباوند. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يحولوا الباوند، فسهله، غتمشيو غير لجوجل تكتبوا الوزن ديالكم بالكيلو وترجعوه باوند وغادي يعطيكم. وهاد جوج العناصر هما اللي غنحتاجوه باش نعرفوا الماكروز ديالنا شحال. واول حاجه غادي نحسبو اللي هي اسهل حاجه كتحسب واهم حاجه في نظامنا الغذائي، اللي هي البروتين. والبروتين غيجيكم سهل في الكالكول ديالو، لان كنحتاجو 1 غرام ديال البروتين لكل 1 باوند في الوزن ديالنا. وحنا هنايا الوزن اللي باغي نوصلو ليه هو 140 باوند، اذا غنشدو ديك 140 وغنضربوها في 1 غرام، غتعطينا 140 غرام اللي كنحتاجو ديال البروتين في اليوم ديالنا. وتاني حاجه غنحسبوا اللي هما الدهون. وكيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، فما نحاولوش نحيدوا نهائيا الدهون من النظام الغذائي ديالنا، لان مهم بزاف الماكروز ديالنا. فاصلا هاد جوج عناصر البروتين والدهون فمهمين بزاف الماكروز ديالنا. فهنا غنشوفو شحال كنحتاجو ديال الدهون في اليوم ديالنا. بالنسبة للدهون كيختلف يعني الاحتياج اليومي من جسم لآخر، ولكن كبداية فغناخدو هاد العدد 0.4 إلا كنتي ولد، و 0.5 إلا كنتي بنت. علاش؟ حيت حنا لي فام اون جينيرال الجسم ديالنا كيحتاج الدهون اكثر من الكربوهيدرات، على عكس الرجال اللي الجسم ديالهم كيتقبل الكربوهيدرات اكثر من الدهون. مهم انا هاد العدد عطيتو لكم كبدايه، لان داكشي كيختلف من جسم لواحد اخر كيف ما قلت لكم. مهم نتوما، انا هنا كندوي مع الناس يلا غيبداو الرجيم ديالهم، ولا اللي باغيين يزيدوا في السعرات الحراريه ولا ينقصوا. نتوما مع الوقت غتبداو تكتشفوا الجسم ديالكم، يعني من بعد ما غدوزوا واحد الشهر غتبداو تعرفوا الجسم ديالكم واش كيحتاج الدهون اكثر، واش كيحتاج الكربوهيدرات اللي كتر. وديك الساعه تبداو تلعبوا في الارقام، واش غتاخذوا اكثر من 0.5 ولا اقل من 0.5. مهم باش ما نطولوش، غنجيبوا هذيك 140 باوند اللي عندنا الفوق، غادي نضربوها في 0.5 ولا 0.4، يعني على حسب نتوما اشنو بغيتو. وهكا غنكون كنحتاج في اليوم 70 غرام ديال الدهون. ودابا غندوزو لتالت حاجة اللي هي الكربوهيدرات. فكيف ما قلنا الكربوهيدرات الدور ديالها انها كتعطينا الطاقة للجسم ديالنا، سورتو الا كنتو كديرو شي اكتيفيتي فيزيك اللي كتحتاج القوة، او لا هكا كتجريو 6 7 سوايع في النهار، مهم كديرو الرياضة بزاف، فاكيد غتحتاجو الكربوهيدرات باش تكون عندكم الطاقة. وباش نحسبو احتياجنا اليومي من الكربوهيدرات، فخصنا نعرفو باللي البروتين والدهون يعني شحال غياخدو لينا من كالوريز في النهار، وداكشي اللي غيبقى لينا من هذيك 2000 فغنشدوه وغنحسبوا به الكربوهيدرات. مهم باش ما نطولش عليكم، انا غادي نوريكم كيفاش. وهادشي كان فات لي شفتو معكم في الفيديو اللي فات، ماشي مشكل غنعاودو معكم دابا.
وكي كنا شلنا في الفيديو اللي فات، فواحد غرام ديال البروتين غتساوي لنا 4 غرام تاع السعرات الحرارية، 1 غرام تاع الدهون 9 غرام تاع السعرات الحرارية، وواحد غرام كربوهيدرات كتساوي لنا 4 غرام سعرات حرارية. مهم تبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب وان شاء الله كل شيء غيتفهم. فهنا عندنا البروتين، عندنا 140 غرام. هنا خصنا نعرفوا بلي هاد 140 غرام شحال فيها من سعرة حرارية، غنحسبوها دابا. وكي قلنا 1 غرام تاع البروتين كيساوي لنا 4 ديال السعرات الحرارية، اذا ديك 140 غرام غنشدوها غنضربوها في 4 ديال السعرات الحرارية، غتخرج لينا 560 سعرة حرارية من البروتين. دابا غندوزو باش نحسبو عدد السعرات الحرارية من الدهون. حنا قلنا بلي 1 غرام من الدهون كيساوي 9 تاع السعرات الحرارية، اذا 70 غرام غنضربوها في 9 اللي غادي تعطينا 630 سعرة حرارية كاملة غناخدوها غير من الدهون. جيسبيغ يكون هادشي حتى لهنايا مفهوم. ودابا باش نعرفو شحال غيخصنا من سعرة حرارية في الكربوهيدرات، غادي نجمعو داكشي اللي لقينا في البروتين غنزيدو على الدهون، يعني 560 زائد 630 اللي غتعطينا 1190، وهاد 1190 غنشدوها وغنقصوها من هذيك 2000 سعرة حرارية اللي كنحتاجو في اليوم ديالنا، باش نعرفو شحال خاصنا ناخدو من كالوريز او من سعرة حرارية في الكربوهيدرات اللي غتعطينا 810 سعرة حرارية. دابا غندوزو للطاب الجاية وهي لا ديرنيغ ايتاب اللي خاصنا نعرفو هاد 810 سعرة حرارية شحال فيها من غرام في كربوهيدرات. وباش نعرفو غنديرو واحد العملية حسابية بسيطة اللي كنا ديما كنديرو في السيونس تاع المات ديالنا فاش كنا كنقراو. قلنا 1 غرام كربوهيدرات كيساوي لنا 4 تاع السعرات الحرارية، اذا اكس غرام من الكربوهيدرات اللي هو عندنا دابا عدد مجهول، الا شديناه وضربناه في 4 غادي يعطينا 810 سعرة حرارية. فهنايا دابا عندنا لانكونو هو العدد بالغرام اللي هو سميتو اكس كيف كنا كنديرو في العمليات الحسابية في الماط. دابا باش نلقاو هاد اكس، ف اكس كيف ما كنعرفو كيساوي 810 مقسومة على 4، و اكس غتساوي لنا 202 غرام كربوهيدرات، اذا هذا غيكون هو احتياجنا اليومي من الكربوهيدرات. وهكا غنكون وصلنا للريزولتا فينال. فهكا غنعرفوا شحال كنحتاجوا في النهار من البروتين، يعني عندنا 140 غرام، الدهون كنحتاجوا فيهم 70 غرام، والكربوهيدرات كنحتاجوا فيهم 202 غرام. وإلا بغينا نعرفوا كيفاش نقسموا هاد الماكروز على الوجبات ديالنا، فرجعوا الفيديو اللي قبل، راني فات مني شرحت لكم كيفاش. الفيديو كاين في لاباغ دانفو، وغادي تلقاو هاد لابارتي اللي شارحه فيها كيفاش تقسموا الماكروز ديالكم في لابارتي الاخرى ديال الفيديو. نقول لكم هكا اون بريف، بالنسبه للبروتينات فكنصحكم انكم تقسموهم على الفطور، الغداء، العشاء، ولا السناك الا كنتو غديروا سناك. مهم خديتو 4 الوجبات في النهار، غتقسموا البروتين على 4 الوجبات، يعني غتشدوا ديك 140 غتقسموها على 4. بالنسبه لديك 70 غرام تاع الدهون فغناخذها في الوجبات اللي كيكونوا بعادين على سيونس دو سبور، يعني بعادين على الوقت اللي غندير فيهم الرياضه. بالنسبه للكربوهيدرات هما اللي خصنا ضروري، يعني النص ديال الكربوهيدرات كناكلوهم قبل ما نديرو السبور بالضبط، يعني كنحاولوا نديرهم قبل ولا من بعد ما نديرو السبور، والنص الاخر اللي كيبقى لينا كنقسمو هكا على الفطور العشاء ولا الغداء. وهاد الارقام بيان سيغ كبدايه، لان يعني من بعد نتوما غتبداو تكتشفوا في لو كور ديالكم، في الجسم ديالكم، معايش كيتجاوب اكثر، واش مع البروتينات، مع الدهون، مع الكربوهيدرات. نتوما بشوي بشوي غتبداو تكتشفوا في الجسم ديالكم. ماشي انا اللي غنعطيكم يعني الارقام مضبوطه بالضبط، لانك انت ولا انتي اللي غتعرفي شنو خاصك اكثر، شنو خاصك تنقصي اكثر. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل ديالي انا، باغ اكزومبل في البروتينات هنا عندي 140 غرام، فانا غنحاول ناكل كناكل اكثر من 140 غرام تاع البروتينات، لان كنحس بلي الجسم ديالي كيحتاج اكثر. ثاني بالنسبه للدهون، الدهون تاهما كناخذ اكثر من الكربوهيدرات، لان كنحس بالجسم ديالي فاش كناخذ الكربوهيدرات بزاف، يعني 202 غرام الكربوهيدرات اللي خرجت ليا هنايا، فبالنسبه ليا انايا ما مزياناش ليا، كنبقى كنحس بالعياء. فاش كناخذ الكربوهيدرات بزاف كنبقى كنحس بالعياء، لا فاتيك، ما كنكونش هي هذيك. ديكو ديما كناخذ قل من 150 غرام تاع الكربوهيدرات، يعني كيف ما كنقول لكم نتوما اللي غتكتشفوا الجسم ديالكم، غادي
تعرفوا معايا اش كيتجاوب كتر، شنو كينفعو كتر، واش غتكثروا الدهون، غتنقصوا من الدهون، غتزيدوا في الكربوهيدرات. مهم نتوما مع الوقت غتوليو تعرفوا الجسم ديالكم معايا اش كيتجاوب. حاجه واحده اخرى بالنسبه لتقسيم الماكروز، ما كيهمش واش في الغداء خديتو البروتينات اكثر من العشاء، ولا في العشاء كثرتو من الكربوهيدرات اكثر من الغداء ولا من الفطور. المهم هو انه في النهار ديالكم كامل تلقاو راسكم باللي كليتو هاد الماكروز كامل اللي عندكم، يعني هاد الجرامات كاملين اللي كاينين في البروتين، الدهون، الكربوهيدرات، تلقاو راسكم كليتوهم كاملين. هذا هو المهم. مهم ما نزيدش نطول الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي حتى هما مهتمين بهذا الامر وكيهمهم انهم يحسبوا السعره الحراريه ديالهم ويعرفوا شحال كيحتاجوا في النهار وكيفاش قسموا الماكروز، بلا ما تحتاجوا تمشيو للاخصائيين تغذيه وتخلصوا لا سيونس. ف كل شيء ساهل كيف ما كتشوفوا، خاصكم ديروا غير دي كالكول اللي بساط وساهلين تبعوهم، وان شاء الله كل واحد فيكم غادي يعرف شحال كيحتاج من سعره حراريه في اليوم. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، ما تنساوش ديروا ليا جيم الفيديو هكا يستافدوا منه الناس اكثر. وما بقى لي الا نقول لكم تلاقاو في الفيديو.